عليكم ورحمة الله أصحابي في كل مكان. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نور وزهرة. أيوة يا زهرة، بس البرنامج نزل باسم نور من أول حلقة، وأساسا أنت ما كنتش هتظهري معايا في البرنامج لأنك كنت مسافرة للمصيف. طب ما أنت عارف أن السفر اتلغى وكنت هقعد في البيت ما بعملش حاجة، علشان كده صعبتي عليا وقلت يا نور أختك الصغيرة خدها معاك البرنامج تتسلى. بس شكلك مش جاية تتسلي، شكلك جاية تاخدي البرنامج مني. لا 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 أبدا، أنا مش هاخده ولا حاجة، أنا بس هشاركك في التقديم. طيب يا زهرة أهلا بيكي، سيبيني بقى أبتدي الحلقة. أصدقائي أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج نور وزهرة. أنا حيوان بحري بتغذى على بيت السمك، ودي تغذى عليا سلاحف البحرية، أشبه الجيلي وأنا شفاف، إذا رأيتني وأنت تسبح لا تقترب مني لأن لي لوامس تلسع جلد الإنسان وتسبب الألم الشديد والحساسية، فمن أكون؟ فوزير من أنا؟ من أنا؟ أحمي مصر من الأعداء وأرفع العلم، أحب الشعب وأحترمه، فمن أكون؟ ودي كانت فزورة النهاردة مع صديقتنا فيروز، وحل فزورة الحلقة اللي فاتت كان قنديل البحر. أنا عرفت الحل على طول. انت دايما ذكية يا زهرة. مش دايما يا نور، فاكر أول مرة شفت قنديل البحر وإحنا في اسكندرية؟ جريتي عليه وكنت عايزة تلعبي معاه وإيديك اتلسعت منه وماما جريت بيكي على الدكتور. بس خلاص كبرت وتعلمت إن الأنادين مش جيلي، دي كائنات بحرية بتلسع جلد الإنسان. أخلاقي الجميلة في المصيف أستمتع بالبحر والشاطئ دون أن أزعج أحد، ولا أني أي مخلفات في الماء ولا على الرمال. أنا كمان بعمل كده يا نور، لا يمكن أبداً أرمي أي ورق أو بلاستيك في البحر. تعرفي يا زهرة أن رمي الأكياس البلاستيك في البحر من أكبر الأسباب لانتشار أعداد أناديل البحر. يا سلام، إزاي بقى؟ السلاحف البحرية بتتغذى على أناديل البحر، فلما تقل أعداد السلاحف البحرية تزيد أعداد أناديل البحر، وده اللي اسمه التوازن البيئي، لأن ربنا سبحانه وتعالى خالق كل شيء بتوازن، لكن إحنا البشر اللي بنبوظ التوازن ده. أيوة، بس برضو ما فهمتش إيه علاقة الأكياس البلاستيك بموت السلاحف؟ السلاحف بتشوف الأكياس في المية تفتكرها أناديل فتبلعها وتتسبب في موتها. ياه، حاجة تزعل. النيل العذب هو الكوثر، والجنة شاطئه الأخضر، ريان الصفحة والمنظر، ما أبهى الخلد وما أنظر. البحر الفياض القدس الساقي الناس وما غرسوا، وهو المنوال لما لبسوا، والمنعم بالقطن الأنور. جعل الإحسان له شرعا، لم يخل الوادي من مرعا، فترى زرعا يتلو زرعا، وهنا يجنى وهنا يبذر. جار ويرى ليس بجار، لأنات فيه ووقار، ينصب كتل منهار، ويضج فتحسبه يزأر. حبشي اللون كجيرته، من منبعه وبحيرته، سعى
صبغ الشطين بسمرته لونا كالمسك وكالعنبر. أغنية جميلة يا نور، وأنا عارفة أنت ليه اخترتها لأصحابنا. ليه يا زكية؟ أنت عاوز تفكرهم كمان بنهر النيل، وإحنا بنتكلم على التلوث في البحر والشاطئ. أكيد يا زهرة، نهر النيل هو مصدر الشرب لينا، فبستغرب قوي أني بشوف ناس مننا بيرموا فيه أزايز بلاستيك وأكياس وورق. كمان حبيت أسمعك الأغنية دي بالذات لأن دي شعر أمير الشعراء أحمد شوقي، وهتاخديها في سنة رابعة. طب يلا بقى، عاوزين نشوف فيلم عصفور الفراولة. بعض الطيور الدخيلة على البيئة المصرية قد وجدت السبيل على هذه الأرض، تركت بلادها الآسيوية لتصبح جزءاً من نسيج الحياة البرية في مصر. انتشرت مؤخراً طيور الفراولة الهندي في مختلف المواطن البرية في مصر، فقد وجدت البيئة المناسبة لها، ومدام توفرت سبل الحياة من الماء والغذاء تصبح لها سواعد تفيد التوازن الذي نحتاجه في بيئتنا الزراعية. يقول البعض إن سبب انتشار هذه الطيور أنها تركت مربيها وتكاثرت سريعاً في البيئة المصرية. لكن في منصة اكتشف البرية نعمل من خلال مركز المعلومات الوثائقية لنفرض بعض الأحداث الأخرى التي تنص على التالي: وجود هذه الطيور منذ القدم، ولا تجد من يوثق تواجدها الخجول من قبل. اليوم لا يقتصر الأمر على عصفور الفراولة الهندي فحسب، بل وجدنا ووثقنا نوع آخر من الطيور، ويدعى عصفور فضي المنقار الهندي. نحن نبحث بشكل دقيق من خلال مركز المعلومات الوثائقية عن القصص الأكثر واقعية، لنسرد من خلالها كيفية انتشار هذه الأعداد الغفيرة في بيئات مصر المختلفة. ولكن في مجملها العام هو توازن تعتمد عليه أرضنا، يلعب فيه كل كائن دوره، ولا تتنسم الحياة إلا من خلال كائن آخر. هذه هي الحياة البرية والطبيعية في مصر، فنحن ندعوكم اليوم أن تشاركونا الحفاظ على هذه المواطن النائية، فقد تكون دعواتنا لكم منائر للهداية ومعالم على الطريق لمغامرة إنسانية عمادها الحكمة والاعتدال والتعاون. بحبها قوي أفلام اكتشف البرية دي، ونفسي أتعلم التصوير زي الرحالة رمضان منير. صحيح يا زهرة، أفلام جميلة، وأجمل ما فيها إنها كلها بتصور حياة البرية في مصر. ومعادنا دلوقتي مع الفقرة اللي كلنا بنحبها، القصص. شفنا الحلقة اللي فاتت الجزء الأول من قصة كلب أهل الكهف، والنهاردة هنكمل الجزء الثاني. بعد ما صحيوا من النوم وخرج واحد منهم ومعاه الكلب علشان يشتري الأكل، أول ما مشي في المدينة اتحير وبقى تايه في الطريق، لأنه كل شيء اتغير، شكل الشوارع والبيوت. والأغرب لما مد إيده بالفلوس الكل استغرب وقالوا دي عملة قديمة. وفجأة اتجمعت الناس ونادوا الحراس وأخدوا الشاب ومعاه الكلب لقصر الحاكم. وللمرة التانية الشاب اتحير لأن الحاكم كمان اتغير، بس الحاكم ده كان مؤمن وقال للشاب اقعد واحكي لي الحكاية بس من البداية. وبعد شوية الكل فهم وعارف الحقيقة دقيقة بدقيقة، والحقيقة إنهم ناموا 309 سنة. الحاكم كان طيب القلب فأخذ الشاب ومعاه الكلب وكل أهل المدينة
وراح بيهم على الكهف. ودخل الشاب والكل انتظر على الباب، لكن اتأخر كتير. ولما الناس ملت من الوقوف دخلوا عليهم في الكهف، فلقوا الكل مات، ماتوا كلهم ومعاهم كلبهم اللي كان وافي لأصحابه من البداية للنهاية، واتكرم من ربنا لأنه ذكر فأكتر من آية. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. صدق الله العظيم. قصة جميلة، وبكده انتهت حلقتنا، ونقابلكم في الحلقة الجاية يا أصحابي. مع السلامة. مع السلامة.